نعم سي يوسف، انا السؤال ديالي غيكون كيهم الفريق ديالك شباب اطلس خنيفرة. يعني كاين خبر سمعنا على انه مهاجم منصف شراشم ربما كاين اتصالات من فريق الوداد يمكن ينتقل في فتره الانتقالات الشتويه، بغينا تاكد لنا وتنفي لنا هذه الاخبار هذه. لا صحيح، يعني كاين هناك يعني يمكن اليوم راهم جالسين مع الاخوان ديال الوداد نظرا للعلاقه الطيبه اللي كتربط ما بين الوداد وشباب اطلس خنيفرة. كان سبق يعني تعاقد من قبل ديال اونجم وخلى واحد السمعه طيبه لدى الطرفين، يعني لا الجمهور ديال الوداد ولا الجمهور حتى ديال شباب اطلس خنيفرة، وتوسطات هذه العلاقه يعني ولات كبيره ما بين الفريقين. والان لما برز الاسم ديال الشراشم لاعب متميز جدا وعنده مستقبل كبير ولاعب صغير السن، كنظن بان ما ترددش الوداد باش يكون هذا العرض هذا، وكنظن بان اليوم راهم جالسين مع بعض يعني باش يتموا هذه الصفقه هذه. يعني السي المريني تاكد لنا بان كاين يمكن لاعب قريب من فريق الوداد، يعني نقربوا حتى جمهور فريق الوداد يمكن من هذا اللاعب امكانيات ديالو، شنو تقدر تقول لنا عليه؟ وصراحه يعني انا تفاجأت لما جيت للفريق شباب اطلس خنيفرة، هو كان معاهم السنه الماضيه ولكن ما كانش كيلعب كثير. انا لما شفته سالت خديت اللائحه ديال اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا كثير ولقيت انه ما كانش كيلعب كثير، وشفت انه عنده مؤهلات كبيره جدا يعني سرعه فائقه يعني، وفي نفس الوقت يعني إلي أندوران يعني ما كيعياش يمكن يعمل لك واحد 50-60 هذا سرعة صغيرة يعني بدون عياء، ولأن حتى لما عملنا واحد لوتيس ديال في ام ا يعني لقينا من الأولين اللي كانوا في الفريق هذا في البداية مازال ما شفتش المؤهلات ديالو الفنية، ولكن تفاجأت لأن لقيت عنده واحد مؤهلات فنية كبيرة جدا يعني كيقدر يراوغ وعنده حتى الحس ديال التهديفي كبير جدا. تقريبا هاد المباريات هادو خمس ست مباريات كل مباراة كيلعب وكيسجل حتى في الكأس سجل، يعني كنظن بان زائد اللاعب بالرأس، اللاعب بالرأس سجل كذلك بالرأس ومتميز، عنده دوك لو تايمينغ يعني في المستوى الكبير يعني في الوقت المناسب يصعد ويسجل، كنظن بان لاعب متكامل صراحة. يعني السلمريني متخلق السلمريني نعم. يعني غيعطي الإضافة للوداد ان شاء الله. لا صراحة غادي يعطي الإضافة، يعني أنا كنتنبأ له يعني مستقبل كبير جدا، وزائد الحاجة اللي ما كيعرفهاش يمكن اللي نبغيو نعرفوها حتى الجمهور، لاعب مثقف يعني عنده السنة الثانية من في الجامعة يعني، وهذا شيء إيجابي بالنسبة للاعب كرة القدم، زائد أنه متخلق يعني تبارك الله يعني مواظب على الصلاة يعني لعيب يعني صراحة ما شاء الله، الله يكمل عليه بالخير. واش هو ولد اصلا ولد خنيفرة؟ لا ولد ازمور، ولد مدينة ازمور. ايوا طلحة زوينة هذا ولد بلادي تبارك الله. الشاد وليدات تبارك الله ديال ازمور كيخرجوا كل المواهب السيمري. بصيت طلحة راه تخلص الحق. عرفتيش هذا الوليد هذا. هذا غامر عليك طلحة. أول واحد غيلقاني في الاستقبال ديالو. فلت لك يا طلحة. أنا خصني نعرف شوف أول واحد غيكون في الاستقبال ديالو إن شاء الله بإسين إن شاء الله. ديروا لايك وبارتاجيو الفيديو وما تنساوش أبوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.